في ناس ما ننسى ضحكتهم وخفة دمهم، وأنت واحد منهم. تميزت بابتسامتك اللي تعكس براءة شخصيتك. بروان كان يضحك ليحكى ويبتسم، وكانت ابتسامته دليلة. اللي عرفه عن قرب يعرف إنها ما تفارق شفاياه. كان يستقبل الناس بابتسامة ويودعهم بابتسامة. انشهر من بداية ظهوره وما انغر، وحتى وهو مسؤول ابتسامته ساهمت بإنجازاته ولعبت دور بعد. ومرت الأيام ومرت السنين، وظل عبيد العتيبي صاحب الابتسامة الجميلة، صاحب الابتسامة البشوشة. ابتسم ونام قرير العين بفراشك. الإعلامي عبيد العتيبي في ذمة الله. انت مساعة ايش قلت حق الناس؟ عن الابتسامة. ايش قلت يعني بالضبط؟ انه ابتسمت. ايه، لأنه الدنيا حلوة ما تسوى الزعل.